ساعة الإجابة في ثلث الليل الأخير، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء الحسنى، وأخفى ولي الله في الناس. ما تعرفش إذا كان ده ولي الله ولا لا، فحاسب. كلهم أولياء، كله أولياء، ماليش دعوة أنا مالي أنا، كله أولياء. اوعى تبص الواحد كده باحتقار لحسن يطلع ولي. تقول لا انا بصلي احسن منه، حب خلاص ابتدينا الضلال اهو. ده انا بذكر هو قاعد طول النهار بالسرحان، هو لو كان وليا ما جعله الله هكذا. اوعى. كان الشيخ الفرغل بره الازهر هنا على الباب في القرن الثامن الهجري والتاسع بيبيع حشيش. فجه الشيخ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري ودخل، كان قاضي القضاء، قال ايه ده؟ قالوا ده الشيخ الفرغل. فحدث نفسه انه قال لو كان وليا ما اقامه الله في هذا المقام. اخص 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 اخص. ودخل ليصلي للناس فنسي الفتحة. فبعد كده الناس قالوا لا انت عملت حاجة، ده يعني حافظ الدنيا، الحافظ الكبير حافظ الدنيا، حافظ حاجات عجيبة وتنسى الفتحة، مش معقول يعني، مش لازم عملت حاجة كده ولا كده. انا والله ما عملت حاجة، بس الراجل اللي بره ده انا ولا داخل قلبي مش مرتاحلوش، لانه بيعمل ذنب. ليه بيبيع حشيش؟ في حد بيبيع حشيش؟ قالوا طب روح استسمحه ولا اشوف ايه الحكايه. فراح قال له الفتح، قال له فتشني انا خدت منك حاجه، فتحة ايه؟ قال له مش كده، ده لقب القضاء وبأم الناس وانا الحافظ وكده، مش كده اختشي، ما تبقاش كده. قال له توب الى الله. في حد قال لك تتريق على خلق الله؟ الدين قال لك كده وانت داخل تتريق على خلق الله؟ قال له ما انت بتبيع حشيش يا مولانا الشيخ الفرغ، انه برضه حاجه تنسخن. قال له طب اقعد بيع معايا. قعد الحافظ ابن حجر جنبيه يبيع معاه. وبعدين قاضي القضاء خد ال، قال له شوف اي واحد اختاره وشوف وهو بياخد حته الحشيش مني ايه اللي بيحصل. فاختار واحد كده ومشي وراه، شرب الحشيش اتقايل وبطله. قال له يا حبيبي انا هنا جيلي بتاع 20 سنه ما حدش خد مني حشيشايه ورجع ليها تاني ابدا. انت بتتكلم ازاي؟ كانوا عايشين يا اخوانا شايفين ربنا. ناس ما تصدقش الحاجات دي، يقول لك اوه ده الشيخ هيقول خرافات بقى. شايفين ربنا بيدعوا يا رب اصلح الحال، خد يا اخويا حته الحشيش اللي انت بتعبدها من دون الله دي وان شاء الله تكون اخر حشيشه. حدث هذا مع سيدنا الشيخ محمد امين بغداد ساير، وبعدين الشيخ محمد زهني بقى شيخ بعد كده، بيتطوح من سكران وقال له مش تديني ريال؟ فعطاله ريال، فاعترض الكلام، تدي واحد سكران هيروح عند يمن يشرب الخمر؟ قال اثنين هكذا. ولقوا محمد زهني ده جاي لهم بعد ثلاث اربع ايام بيدور على الشيخ، فين الشيخ بتنين اللي اعطاني الريال المنيل ده؟ قالوا لي، قال كل ما اشربت ايه لغايه ما اتقرفت من الخمره واحوال الخمر، ولازم الشيخ هنا في ظاهر جشنكير الى ان توفي رحمه الله تعالى، وحدثت في وفاته كرامه. محمد زهني ده
نطق بالشهادتين بعدما مات. الراجل ده قال له سيدنا الشيخ بعد ما مشي معاه شهرين ثلاثة أربعة وتاب إلى الله وحسن حاله وبقى من المصلين، قال له سيدنا الشيخ هو اللي يتبعك ويفتقر؟ قال له ليه؟ قال له أنا كان دخلي 6 جنيه ذهب وأصبح 3 أول ما مسكت الطريق بتاعكم ده. فاللي ربنا عدت معاكم كده ان هو يعني واحنا فسقه يدينا 6 واحنا اتقيه يدينا 3. حد طبتش نحسبها، كنت بتدي ليامي كام؟ الخمار قال له 3. قال له يبقى مش بتوعك، وانت بطلت تديهم ليامي فربنا باعت لك بتوعك، الـ3 بتوعك كان بيدهم لك ويكتب عليك ذنب، ودلوقتي ما بيدهم لكش وما بيكتبش عليك حاجة وكاتب عليك الحسنات كلها. شوف الإنسان قاصر النظر إزاي ومش عارف الخير فين. ولذلك قلنا طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، اتبع الكتاب والسنة ومالكش دعوة، تقل تكتر مالكش دعوة، امشي. ده ظاهر بس كان بيدخل لي 6 وبقوا 3 لما اتقيت الله. لا ده انت نضفت، ما تخافش انت نضفت كده، لانه 3 ما كانوش رزق. واحد برضه ربنا يشفيه فيقلل رزق. ايوه ما كانش الفلوس كانت للطبيب، ما كانتش، كانت للطبيب والدواء ما كانتش ليك. فخلي بالك من المعاني دي. فلا صغيرة إذا قابلك عدل، إذا حسبك بعدل ما فيش صغيرة بقى، كله غلط. ولا كبيرة إذا واجهك فضله،